هل الصلاة في داخل الحجر؟ إيش؟ الصلاة داخل الحجر. نعم. جائزة في جميع الاتجاهات. أعتقد أنك لو صليت في الحجر وظهرك إلى الكعبة قائمة لعدك الناس إيش؟ مجنونا، وقالوا اذهبوا بهذا إلى المرستان مجمع المجانين. عرفت؟ لكن من الناحية النظرية لو أن الإنسان في الحجر وصلى إلى جهة الشرقية منه أو الغربية لكفى، لأنه يصلي إلى جدار والحجر من الكعبة. أما أن يجعل الكعبة وراء ظهر الكعبة القائمة ويتجه إلى الشمال فإنه لا يجزئ، لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة، إذ أن الحجر ليس كله من الكعبة، بل من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف ونصف تقريبا. فإذا جعلت الكعبة خلف ظهرك الكعبة القائمة واتجهت شمالا فإن صلاتك لا تجزئ، لا الفريضة ولا النافلة. وأما إذا جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك واتجهت إلى الجدار الشرقي أو الغربي فإن ذلك يجزئك إن كان نفلا، إن كانت الصلاة نفلا، ولا يجزئك إن كانت فريضة. المشهور مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن القول الصحيح أنها تجزي الفريضة والنافلة، إلا أنه ليس من المستحسن أن تجعل الكعبة القائمة عن يمينك أو شمالك وتصلي إلى جدار من الحجر. نعم.